بالتالي برأيك كيف يستطيع أن يعيش يعني كموظف يعتمد فقط على هذا المرتب؟ بالطبع الموظف اليمني أو المواطن اليمني بشكل عام أصبح أمام خيارات محدودة يعني في ظل تدني فرص العمل في القطاع الخاص وتعادل قيمة العملة الوطنية وتضخم أسعار السلع والمنتجات المواد الأساسية بشكل مستمر في ظل انعدام أيضا أي فرص للدخل سواء في الجانب الحكومي أو القطاع الخاص. وبالتالي أن عندما ينقطع ما يتبقى عليه الموظف ويعتمد عليه بشكل أساسي في صمود والبقاء في الحياة وهو الراتب وهو ما يعني مزيدا من الأعباء على المواطن، مزيدا من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مزيدا من الهوة وارتفاع الفجوة في المجاعة بين مختلف فئات الشعب، وهو يعني أن الفئة أو الطبقة الذي ظلت مسيرة وهي طبقة الموظفين ستنزلق إلى مستويات المجاعة، وبالتالي نحن أمام تحديات كبيرة أمام الحكومة وأمام المجتمع الدولي. معدلات انعدام العمل الغذائي في اليمن هي الأعلى في الأدنى في العالم، على الحكومة أن تتخذ خطط لمواجهة هذه الإشكاليات المتزايدة، لا أن تقوم بقطع رواتب الموظفين. كان ينتظر من الحكومة أن تعمل على حل مشكلة الرواتب وتحل جميع وتدفع كافة رواتب الموظفين في أنحاء الجمهورية وتحل مشكلة الانكسار النقد المصرفي وتباين قيمة العملة اليمنية، لا أن تزيد تفاقم من الوقت الذي يعاني فيه الشعب اليمني من الحرب التي تقتحم هذا الشعب منذ 7 أعوام.